لو الحكاية فيها إن فيتو مساء الرضا والجمال على كل راجل سداد. لو شفت راجل في الشارع بيتضرب بالمرة تعمل ايه؟ شنطة بالونة ودبوس. تعالى شفت الناس كده. يلا لا لا وحتى ابوك يا كابتن بلاش. تعالى 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 حتى ابوك يا كابتن بلاش يا كابتن وحتى ابوك يا كابتن بلاش. خد تعالى لا بقول لك يا صاحبي تقييم بس للبويرات في البوي بابا يا اسطى بص تراي يا ترى يا اسطى ده 3 شهور من غير جيم يا صاحبي قول ايه يا عم ساعدني 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 عد معايا عليك يا عم عد معايا بس عد معايا عد معايا يلا عد معايا 1 2 3 4 5 احمد هاش 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 شيل معايا شيل معايا البور شيل معايا البور هاش كده قلت له صح ازيك عامل ايه الدنيا دي ضيقه ضيقه يا جدع وحشني 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 14 وحشني حبيبي 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 ايوه يا عم جايلك 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 اهلا اهلا ازيك عامل ايه ايه اخبارك وحشني يا عم محمد ليك وحش يا عم محمد عامل ايه ايه اخبارك كله تمام وعيالك عاملين ايه كويسين الحمد لله الحمد لله ربنا يطمن عليك حبيبي ربنا يخليك يا عم محمد ثواني ثواني ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا الله وحشني يا اسطى والله كله تمام؟ 100 الحمد لله مين بقى؟ مين؟ مش فاكرني؟ لا هكدب عليك بس موقف محرج قوي تصدق لا يا معلم ولا موقف محرج ولا حاجه فكرني وانا معاك على طول انا كده كده ذاكرة سمكة اه ماشي قول لي بس احنا كنا قاعدين مع بعض في امبابه مع حمبوزه لا يبقى انت اللي مش فاكرني وبتتكلم على حد تاني انا مش بص سعيده بكل طب قول لي اه هو تمام والله بس مين حمبوزه يا اسطى وحشني بقالك كتير على الطلاق انا ما اعرفش على الطلاق ما انا اعرفك ما تعرفنيش مش فاكرني يعني يا اسطى انا صاحب حمبوزه مين حمبوزه حمبوزه صاحبك مين حمبوزه انا مش حد عارف يا اسطى كنا بنلعب بينج مع بعض فين في المعادي بينج ولا بلياردو بينج اسمك ايه انت كده بينج اه في